السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في هذا الفيديو الذي سنخصصه لتصحيح التمرين رقم 10 من الدرس رقم 9 الاشتقاق. محتوى التمرين: في كل حالة من الحالات التالية احسب مشتقة الدالة F. الحالة الأولى: F لx تساوي جذر مربع 3x زائد 1. لحساب هذا النوع من المشتقات نقوم باستعمال الخاصية الدالة جذر مربع جي قابل للاشتقاق على مجالين اي اذا كان لكل اكس ينتمي الى اي جي لاكس اكبر قطعا من الصفر، وكذلك جي قابل للاشتقاق على هذا المجال. اولا لنقوم بتحديد مجموعة تعريف الدالة اف. لدينا اف معرفة اذا وفقت اذا كان التعبير 3x زائد 1 اكبر من او يساوي الصفر، لانه يوجد تحت الجذر مربع. 3x زائد 1 أكبر من أو يساوي الصفر يعني بأن 3x أكبر من أو يساوي ناقص 1، وهذا يعني بدوره بأن x أكبر من أو يساوي ناقص 1 على 3. وبالتالي مجموعة تعريف الدالة F هي المجال نصف مغلق ناقص 1 على 3 زائد ما لا نهاية. ولدينا لكل x ينتمي إلى المجال المفتوح ناقص 1 على 3 زائد ما لا نهاية 3x زائد 1 أكبر قطعا من الصفر. من جهة أخرى الدالة المعرفة ب 3x زائد 1 قابلة للاشتقاق على R لأنها دالة حدودية، إذن فهي قابلة للاشتقاق على المجال المفتوح ناقص 1 على 3 زائد ما لا نهاية. هذان الشرطان يعنيان بأن الدالة F المعرفة ب جذر مربع 3x زائد 1 قابلة للاشتقاق على المجال المفتوح ناقص 1 على 3 زائد ما لا نهاية. ولدينا لكل x ينتمي إلى هذا المجال مشتقة f هي مشتقة جذر مربع 3x زائد 1. لحساب هذه المشتقة سنستعمل الخاصية مشتقة جذر مربع f هي مشتقة f على 2 جذر مربع f، حيث أن f هي 3x زائد 1. إذا نحصل على مشتقة 3x زائد 1 مقسوم على 2 جذر مربع 3x زائد 1. مشتقة 3x هي العدد 3، مشتقة 1 تساوي 0، مشتقة أي عدد حقيقي تساوي الصفر. وبالتالي لكل x ينتمي إلى المجال المفتوح ناقص 1 على 3 زائد ما لا نهاية f' لx تساوي 3 مقسوم على 2 جذر مربع 3x زائد 1. الحالة الثانية لنحسب مشتقة الدالة f المعرفة ب f لx تساوي جذر مربع x أس 2 زائد x زائد 1. أولا لنحدد df مجموعة تعريف الدالة f. لدينا f معرفة إذا وفقت إذا كان x أس 2 زائد x زائد 1 أكبر من أو يساوي الصفر، لأن هذا التعبير يوجد تحت الجذر المربع. إذا لتحديد مجموعة تعريف سنقوم بتحديد إشارات ثلاثية الحدود x أس 2 زائد x زائد 1، ومن أجل هذا سنقوم بحساب مميز دلتا. لدينا دلتا يساوي ب أس 2 ناقص 4 سي، مع أن بي هو العدد واحد، أ كذلك هو العدد واحد، والسي هو العدد واحد. نحصل على 1 أس 2 ناقص 4 في 1 في 1، 1 أس 2 هو العدد واحد، ناقص 4 في 1 في 1 تساوي ناقص 4، 1 ناقص 4 تساوي ناقص 3. بما أن دلتا أصغر قطعا من الصفر فهذا يعني بأن إشارة x أس 2 زائد x زائد 1 هي إشارة A. A هو العدد 1 أكبر قطعا من الصفر، يعني لكل x ينتمي إلى R x أس 2 زائد x زائد 1 أكبر قطعا من الصفر، وهذا يعني بدوره بأن مجموعة تعريف الدالة F هي المجموعة R. من جهة أخرى لدينا لكل x ينتمي إلى R x أس 2 زائد x زائد 1 أكبر قطعا من الصفر حسب ما سبق، والدالة المعرفة ب x أس 2 زائد x زائد 1 قابلة للاشتقاق على R لأنها دالة حدودية. هذا يعني بأن الدالة F المعرفة ب F لx تساوي جذر مربع x أس 2 زائد x زائد 1 قابلة للاشتقاق على R. ولدينا لكل x ينتمي إلى R مشتقة f هي مشتقة جذر مربع x أس 2 زائد x زائد 1. لحساب هذه المشتقة سنستعمل مرة أخرى الخاصية مشتقة جذر مربع f هي مشتقة f مقسوم على 2 جذر مربع f. إذا سنحصل على مشتقة x أس 2 زائد x زائد 1 مقسوم على 2 جذر مربع x أس 2 زائد x زائد 1. مشتقة x أس 2 هي 2x، مشتقة x تساوي 1،
ومشتقة واحد تساوي صفر، وبالتالي لكل x ينتمي إلى R f بريم x تساوي 2x زائد 1 الكل مقسوم على 2 جذر مربع x أس 2 زائد x زائد 1. الحالة الأخيرة لنحسب مشتقة الدالة f المعرفة ب f لx تساوي 3 جذر مربع x أس 2 ناقص جذر مربع x. أولا لنحدد df مجموعة تعريف الدالة f، لدينا f لx تساوي 3 في جذر مربع x أس 2 ناقص جذر مربع x. إذن مجموعة تعريف الدالة f هي مجموعة الأعداد الحقيقية x التي من أجلها x أس 2 أكبر من أو يساوي صفر لأنه يوجد تحت الجذر المربع، كذلك x أكبر من أو يساوي صفر لأنه يوجد تحت الجذر مربع. x أس 2 أكبر من أو يساوي صفر يعني المجموعة R، x أكبر من أو يساوي صفر يعني المجال نصف مغلق صفر زائد ما لا نهاية، وتقاطع هذين المجالين هو المجال صفر زائد ما لا نهاية. هذا يعني بأن مجموعة تعريف الدالة f هي هذا المجال. لدينا لكل x ينتمي إلى المجال المفتوح صفر زائد ما لا نهاية. لاحظوا هنا مجموعة تعريف مجال مغلق، بينما لتحديد الاشتقاق أخذت المجال المفتوح. لدينا لكل x ينتمي إلى المجال المفتوح صفر زائد ما لا نهاية x أس 2 أكبر قطعا من الصفر، والدالة المعرفة بx أس 2 قابلة للاشتقاق على R لأنها دالة حدودية، إذن فهي قابلة للاشتقاق على المجال المفتوح صفر زائد ما لا نهاية. وبالتالي الدالة f أو الدالة المعرفة بجذر مربع x أس 2 قابلة للاشتقاق على المجال صفر زائد ما لا نهاية. إذن الدالة المعرفة ب 3 في جذر مربع x أس 2 قابلة للاشتقاق على المجال المفتوح صفر زائد ما لا نهاية كجداء دالة قابلة للاشتقاق وعدد حقيقي. والدالة المعرفة بجذر مربع x قابلة للاشتقاق على المجال المفتوح صفر زائد ما لا نهاية. إذن الدالة المعرفة بناقص جذر مربع x قابلة للاشتقاق على المجال المفتوح صفر زائد ما لا نهاية كجداء دالة قابلة للاشتقاق في عدد حقيقي. إذن الدالة f المعرفة ب f لx تساوي 3 جذر مربع x أس 2 ناقص جذر مربع x قابلة للاشتقاق على المجال المفتوح صفر زائد ما لا نهاية كمجموع دالتين قابلتين للاشتقاق. ولدينا لكل x ينتمي إلى المجال المفتوح صفر زائد ما لا نهاية مشتقة f هي مشتقة هذا التعبير، تكتب على شكل f زائد j، ومشتقة f زائد j هي مشتقة f زائد مشتقة j. كلا التعبيرين يكتبان على شكل k في f بحيث k عدد حقيقي، ونعلم أن مشتقة k في f هي k في مشتقة f. إذا نحصل على 3 في مشتقة جذر مربع x أس 2 ناقص 1 في مشتقة جذر مربع x. لحساب المشتقة في هذين التعبيرين سنستعمل الخاصية مشتقة جذر مربع f تساوي f بريم مقسوم على 2 جذر مربع f، بحيث الحالة الأولى f هي x أس 2 والحالة الثانية f هي x. مشتقة جذر مربع x أس 2 هي مشتقة x أس 2 مقسوم على 2 جذر مربع x أس 2. مشتقة جذر مربع x هي 1 على 2 جذر مربع x. مشتقة x أس 2 تساوي 2 x، نختزل بالعدد 2 يتبقى لدينا 3 x مقسوم على جذر مربع x أس 2 ثم ناقص 1 على 2 جذر مربع x. نعلم أن جذر مربع x أس 2 هو القيمة المطلقة ل x، بما أننا نشتغل على المجال صفر زائد ما لا نهاية إذن فx موجب قطعا، وبالتالي القيمة المطلقة لx تساوي x. ثم نختزل x من البسط ومن المقام فنحصل على 3 ناقص 1 على 2 جذر مربع x، وبالتالي لكل x ينتمي إلى المجال المفتوح صفر زائد ما لا نهاية f بريم لx تساوي 3 ناقص 1 على 2 جذر مربع x. بهذا نكون قد أنهينا تصحيح هذا التمرين، فأشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، وإلى قادم الفيديوهات بحول الله.